السلام عليكم وسعد الله أوقاتكم. وكالات أفغانستان ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى أكثر من 2000 قتيل، 1240 مصاب. وكان زلزال بقوة 6.3 درجات قد ضرب ولاية هارات في غرب أفغانستان يوم السبت، وعقبته سلسلة هزات ارتدادية قوية. ووقع الزلزال في مناطق نائية يصعب الوصول إليها تقع على بعد 30 كيلومتر شمال غرب عاصمة الولاية هارات، ما أدى إلى انهيار كثير من المنازل الريفية.